كبوة جديدة لفريق الوداد البيضاوي، الهزيمة الثانية في منافسات دوري الأبطال والهزيمة الرابعة على التوالي بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، تدق ناقوس الخطر بالقلعة الحمراء. مغرب العز بين الأمم الصيني. ساعدنا بزاف لهذا المونديال، كما شفتوا كنا كنتقاتلوا في رقعة الميدان. عملها سفيان البقالي ميدالية ذهبية. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي، كل يوم اثنين على أمواج ميديا من السادسة والنصف إلى غاية السابعة مساء، للحديث عن ما هو جديد في الساحة الرياضية. البطولة المغربية احتجبت في نهاية الأسبوع لتفسح المجال أمام مشاركة الفرق المغربية في المنافسات القارية، ودعنا نقول فريقان مغربيان يحملان المشعل، الوداد في دوري الأبطال ونهضة بركان في منافسات كأس الكاف. هزيمة هنا وانتصار هناك، هزيمة في أبيجان بالنسبة لفريق الوداد هي الثانية له في منافسات دوري الأبطال، وذلك بعد هزيمته في الجولة الأولى في ميدانه، أو نقول في عندما كان يستقبل، لأنه لم يأخذ المباراة في ملعبه، خاضها بمدينة مراكش. الوداد ينهزم مجددا هذه المرة أمام أسيك أبيجان دائما بنفس الحصة، هدف لصفر في مباراة غاب فيها كل شيء بالنسبة لفريق الوداد، غاب الانسجام، غابت القتال، غابت فرص التسجيل، والفريق يدخل نفق الشك والأزمة الحقيقية بالنسبة للوداد الرياضي. في المقابل نهضة بركان يعود بالانتصار خارج الديار، وذلك على حساب ملعب مالي، وهو الفوز الثاني للفريق في هذه المنافسة القارية. للحديث عن هذين اللقاءين سعيد مسرورا أجدد اللقاء بضيفنا الكريم، وهو اللاعب الدولي السابق اللاعب الأنيق عبد الغني العثماني. سي عبد الغني، أهلا مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي فؤاد، واهلا بجميع المستمعين الكرام. اذا سابقا بطبيعه الحال نبدا بفريق الوداد البيضاوي، كبوه جديده، هزيمه اخرى هذه المره امام أسيك أبيجان بهدف لصفر، الكل كان يترقب صحوه لفريق الوداد البيضاوي من السبات ان يعود لسكه الانتصارات، خصوصا بعد هزيمه قاسيه في كلاسيك والبطوله المغربيه امام فريق الجيش الملكي بثلاث اصابات لواحد، لا شيء من ذلك حدث، تستمر المعاناه، تستمر الازمه، و يستمر دخول الفريق في نفق الشك. صحيح، يحز في النفس أننا نهضر على الوداد في هذه الآونة الأخيرة كبطل ليرفع الكرة المغربية في تظاهرات إفريقية، أنه يمر بهذه الأزمة، أزمة نتائج. يمكننا نقول بأن الأزمة دي النتائج بس الأسباب ديالها هي ضريبة الدوري الإفريقي أو شرود نفسي، لأنه لا يعقل أننا نشوف الوداد بهذه الحالة ربما لأول مرة، ويمكننا نقول بأنه بعد 21 سنة يمكن الوداد كان نهز أربعة مقابلات متتالية ولكن كان بطلا للدوري ولكأس العرش. كنظن بأنه الوداد تمر بواحد مرحلة فراغ، نتمنى أن هذه المرحلة ما تطولش، لأنه أربعة المقابلات يعني في جميع المسابقات، يعني جوج المقابلات في دوري أبطال إفريقيا وفي الدوري المغربي وبالدوري الإفريقي، كنظن بأنه لم يستصغيها الجمهور المغربي، لم يستصغيها الجمهور الودادي، وبالتالي الوداد ليس في صحة جيدة، يحتاج إلى نفس جديد، يحتاج إلى أن كوتش مونتال، لأنه التركيب البشرية هي اللي أعطت نتائج إيجابية، وبالتالي أنا ما كنرجعش اللومة المدرب، ما كنرجعش اللومة اللاعبين، ولكن يمكن الإرهاق الذهني مش الإرهاق البدني، الإرهاق الذهني هو اللي كيتسبب في هذه الحالة اللي كيعيشها فريق الوداد. نعم. طيب بالنسبة لك قلتي أنه ما نحملوش مسؤولية للمدرب، ما نحملوش اللاعبين، ولكن خاصنا نحملوها للطرف ما، لأنه لا يعقل أن الفريق يعني كفريق الوداد البيضاوي يسقط في هذه النتائج السلبية المتتالية، وجمهوره غاضب بشدة، هناك من يطالب بإقالة الرئيس، هناك من يطالب بإقالة المدرب عادل رمزي، هناك بطبيعة الحال
الرجال من يطالب بإعادة لاعبين تم الاستغناء عن خدماتهم، والبعض الآخر يطالب بجلب قطع غيار جديدة. الأزمة الآن يعني مكتملة الأركان بالنسبة لفريق الوداد في هذه الفترة الراهنة. الفريق يعني لم يتمكن لحد الآن من الخروج من عنق الزجاجة، لم يتمكن من إيجاد الوصفة، والأزمة تستمر والنقاط تهدر والاستنزاف بالنسبة للاعبين يتواصل. هو فقط مسألة وقت، لأنه إلى حسبنا المقابلات اللي لعبها الدوري العرب والدوري ديال الدوري الأفريقي، البطولة الوطنية شامبيونز ليغ، يعني هناك إرهاق حتى المسافة اللي قطعها ما بين دولة ودولة كنظر بأنه مسافة بعيدة وبعيدة. احنا كنعرفوا المسافات بين الدول الإفريقية فهي صعيبة وصعيبة، ولو أنها كين انفول ديريكت، ولكن أنا ما كنجيش هنا على المدرب، ما كنجيش على اللاعبين، ولكن هي ظروف اللي عاشها للمدرب وللاعبين، وبالتالي خاصنا نخرجوا من هذا النسق، خاصنا نخرجوا من هذه الإشكالية. فقط كيتطلب شوية الوقت، لأنه في الوقت اللي يحتاج فيه للمدرب وللاعبين واحد الراحة نفسية، فكيلقاو قدامهم مثلا مقابلات من يعني من نسق كبير. فمثلا كاين هزيمة مع الملعب المالي، غادي يلقى راسو غيلعب مع المولودية الوجدية، ومن بعدها غيلعب مع سيمبا التنزاني. فهنا كتشوف بأنه حتى الوقت ما كيرحمش اللاعبين وما كيرحمش المدرب، ولكن كيف ما كان الحال خاصنا نخرجوا من هاد الحاله، خاصنا نخرجوا. طيب والفريق يعني كان كيعرف راسو انه يدخل هاد دوامه اللقاءات وتسلسل المباريات بشكل مضطرد، سواء في منافسات القاريه ومنافسات الوطنيه، ناهيك عن مشاركه بعض اللاعبين يعني مع المنتخب المغربي. يعني الفريق كان كيعرف انه عنده هاد الاستحقاقات، وبالتالي كان لزاما عليه انه يعزز الصفوف بالقطع الغيار القادره على انها تكون قادره على رفع التحدي ديال مباريات، تحدي تسلسل المباريات، سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الذهنية. أكيد، ولكن كنظن بأنه الدوري الإفريقي، الدوري الأول يعني النسخة الأولى من الدوري الإفريقي ما كانش مبرمجة، يعني حتى دخلت في البرمجة ديال أن هناك فرق اللي غتشارك في الدوري الإفريقي. فكنظن بأنه المجموعة اللي عند الوداد فهي إلي ريدويت، يعني ماشي مجموعة كبيرة، عنده واحد 18 لاعب اللي كدور. كنشوفوا نعطيك مثلا كسبيل المثال المقابلة الأخيرة ما كانش العملود، ولكن ما لعبش أن رياض رولي وعيد إبراهيم، ولكن لعب دراوي. هذا كيبين بأنه وسط الميدان هو اللي خد المكان دي العملود. هنا كيتبين بأنه المدرب كيعود على واحد المجموعة، يعني كيدور بواحد 16، وهي اللي كنشوفوها دائما كتلعب. ما كاينش واحد القطاع ديال الغيار اللي عنده متسابات انه يكون عنده خيارات اخرى، نعم، ويلعبوا مقابلات اخرى. وبالتالي كنظن بانه فوق طاقتك لا تلام، نعم. الوداد مقبل على تظاهرات كبيره، فاكيد قطاع الغيار خاصو يلزموا شويه الوقت، حتى ان لو بروجي اللي جابيه عادل رمزي كنظن بانه كيطلب شويه الوقت. هذا فريق الوداد، انا متفق معك تقول لي بان الوداد فريق كبير ما خصوش الوقت، هو فريق ديال الألقاب، ولكن المسؤولين جابوا مدرب يعني فورماتور، يعني كيخدم على ان بروجي، كيخدم على مشروع، والمشروع دائما كيتطلب شويه الوقت. فمنهجيه جديده، فلسفه جديده، وبالتالي كنشوفوها بان تهضمات في الدوري الافريقي، شفنا مقابلات في المستوى، من بعدها شفنا انهيار تام للاعبين، وهذا كيف ما قلت لك كثرة المقابلات، كثرة السفريات، كل أشياء، نعم، اللي خلات من الفريق ما يقدرش أنه يأخذ توازن ديال. نعم. طيب بالنسبة لك سيد الغني العثماني، كيف نفسروا الوداد يعني قبل ما يعني يسقط في أمام ميلودي سان داونز؟ قبل ذلك كان فاز على الترجي في لقاء الذهاب، كان انهزم في لقاء الإياب لكنه حقق التأهل بفضل ضربات الترجي، ثم قبل ذلك حقق انتصارات مهمة، خصوصا فوز كبير على فريق اتحاد طنجة، على فريق سيمبا يعني في مباراة الدوري الأفريقي، وكل كان يقول أنه أخيرا بدأت كتبان البصمات، وبدأت كتبان تأثير ديال طريقة اللاعب اللي اختارها عادل رمزي. كيف نفسره
يعني المرور من هذه مرحلة الانتعاشة إلى مرحلة ديال الانهيار التام لهذه المنظومة الكروية ديال فريق الوداد. وشيء عادي، لأنه هذا سؤالي كذلك للجمهور الودادي المغربي، لأنه الفريق أنا أمن من الناس اللي قلنا الوداد لقى المنظومة، لقى الطريقة، لقى التشكيل المناسب باش أنه يمشي بعيد في التدورات، ولكن توالي المباريات كتعطيك إرهاق. أنا لا أتكلم على الإرهاق البدني، أنا أتكلم على الإرهاق الديني، وكلما كان الإرهاق الديني فهو كيأثر على ما هو تكتيكي وتقني وبدني. فالكوتش أن كوتش باش يكون أن كوتش مونتال فراه هي حتمية في فريق الوداد، ماشي في التدورات فقط، ولكن خاصو يكون دائم مع الفريق، لأنه هناك إرهاق ديني اللي كيأثر على المجموعة. كانت نتائج إيجابية، كانت انتصارات، كانت مسؤوليات عند اللاعبين اللي حسوا بها وقدروا أنه يوصلوا لها، ولكن الآن كنشوفوا في المقابلة الأخيرة يعني اللاعبين شبه أشباح، يعني ما كاينينش في الملعب. هذه كل واحد خاصو يدير إين رومارك ويقول بأنه فعلا اللاعبين مرهقين ذهنيا، مرهقين بدنيا، وبالتالي الواحد من كيكون مرهق ما كانش يقدرش يعطيك على المستوى التقني، وفما بالك على المستوى البدني، لأنه هو باغي يدير شي حاجة ولكن لوكور ديالو الجسم ديالو ما غير مؤهل باش أنه يعطي، باش أنه يقوم بهذوك العمليات. فهذا مراحل بوسفيان بالنسبة لي أنا مثال لاعب كبير، لاعب بإمكانيات كبيرة، قدر أنه يتأقلم مع الأجواء ديال الوداد في هذه المقابلة. أنا تفاجأت للمردور التقني ديالو، ما قادرش، يعني هناك أسباب، هناك شروط ذهني، ولكن الوداد كتبقى وداد كبيرة، الفرق الكبرى كتمرض وما كتموتش، فقط شوية ديال الصبر، الجمهور أنه خصو يصبر، المدرب عارف. طيب شحال الجمهور خصو يصبر سي عبد الغني لازم؟ لأن الآن الفريق قال طيب هزيمة في الدوري الإفريقي أمام فريق قوي أمام ميلودي سان داونز، ثم يعني مشجع الفريق يقولوا أنه بعد ذلك كانت منافسات البطولة أو دوري أبطال إفريقيا أو يعني دوري العصبة الإفريقية، الهزيمة في عقر الدار من فريق جد متواضع، هزيمة في لقاء الكلاسيكو بثلاث إصابات لواحدة وانهيار سام للفريق، ثم هذه الهزيمة الجديدة أمام نادي يعني أسيك بيموزا. البعض يتساءل الأزمة تمر والنقاط تهدر والفريق يعني لم يستطع لحد الآن يعني أن يعود إلى سكة الانتصارات. هو الوداد ولا الجمهور ديالها بطريقة أخرى، شحال غادي الجمهور يصبر على الوداد وخصوصا على المدرب عزيز رمزي؟ الجمهور الودادي أمام خيارين، يا أن تطالب برأس المدرب يا أما تنتظر، وأكيد أن المشروع سينجح مستقبلا، لأنه كيف ما يكون الحال أن المدرب يقدم استقالته ويمشي، غادي يجي أي مدرب غادي يلقى قدامه هاد المقابلات، لأنه خصنا نعرفوا بأنه الوداد عنده ثلاث مقابلات في البطولة الوطنية مؤجلات. نعم. باقي عندها سيمبا مقابلة بالدار البيضاء أو بمراكش ومقابلة بسيمبا، يعني وعندها البطولة الوطنية هاد الأسبوع مع مولودية وجدة، يعني أمام إشكالية. راه أي مدرب كيف ما يكون نوعه ما غتكونش عنده عصا موسى أنه يخرج الفريق، كل ما يتطلب أن تكون أننا ننتقوا في هاد اللعبة، يسترجعوا ديك الطراوة الدينية باش تكون هذيك الطراوة البدنية، وأنهم يقدروا يقدموا، لأنه هادو هما المجموعة اللي دات كيف ما قلتي مقابلات في المستوى. الآن هما تقدر تدير استجواب مع كل لاعب وتقول لي أشنو المشكل اللي كاين، فيقول لك بأنه مشكل ديني، ما كيناش ديك الروح الجسدية باش أننا نعطيه أكثر، وحتى أن الواحد باش كان يقدر يفكر ويسترجع الذكر ديال هذيك المقابلة كيلقى راسو أمام مقابلة أقوى، أمام خيارات أخرى، أمام إكراهات أخرى، وهاد الأشياء يعني كيعيشها المدرب كيعيشها اللاعب. الله يكون في العون للاعبين للمدرب للجمهور، ولكن كاين حل واحد، هو أن الإنسان يصبر ويخلي المسألة ديال الوقت. الوقت ما غيكون ما غيطوالش، ولكن الوقت هو اللي كافي باش أنه يسترجعوا الحيوية هاد اللاعبين ويقدموا لنا داكشي اللي كان طالب. هو سيفري بانه كاينين بعض اللاعبين ما عطاوش داكشي اللي منتظر في فريق الوداد، ولكن
يمكن في لاتريف يكون شي تغيير. اما المجموعه فانا كنشوف بانه كل ما كان الا وفيه جوج ديال اللاعبين على المستوى الدفاع ربما كاينين مني شنا ابو الفتح ما كاينش، وكنشوفوا دائما تغيير ما بين فرحان ولا زولا، فهناك كتبقى اشكاليه. ولكن هذه اسباب عاديه لانه دي بليسير ما نقدروش اننا نفكروا بانه غادي يكون هذا الحويج. هذه هي كره القدم، دائما كاينين دي بليسير، دائما كاينين دي كارت، دائما كاين لا مي فلور، ما يكونش اللاعب في الاوج ديال العطاء ديالو. كلها اكراهات اللي كيعيشها الوداد، كيعيشها المدرب، كيعيشها اللاعبين. يمكن مع مرور الوقت، مع مرور المقابلات، غادي نشوفوا الوداد بصحه جيده. طيب، ذلك ما نتمناه بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي الممثل الوحيد لكره القدم المغربيه في منافسات دوري ابطال افريقيا، والفرق اللي يعني بصمات على الوجود ديالها بشكل كبير خلال السنوات الاخيره، لقبين ومباراتين نهائيتين، ناهيك عن العديد من المباريات في الدور النصف النهائي. فريق اخر متعود ومتالق في المنافسات القاريه هو فريق نهضه بركان، لكن في منافسات كأس الكاف الفريق اللي فاز بلقبين خلال الأربع سنوات الأخيرة ويواصل تألقه يعني في المنافسة وفي البطولة المفضلة لديه، نهضة بركان يحقق انتصارا جديدا خارج الملعب على حساب ملعب مالي، ويقوم بخطوة عملاقة للترشح للمراحل القادمة. فعلا برافو نهضة بركان، لأنه انتصار مع فريق اللي كنا كنعتبره اللي هو ضعيف في الجوله في بركان على سيخوخون باصابته لصفر، وشفنا بان سيخوخون كان ند للند لفريق البركاني، ولكن رغم ذلك استطاع انه ينتصر. شفنا امس يعني مقابله في المستوى، وكنحيي بحراره على المجموعه وخصوصا الحارس الحمياني لانه قدم اداء كبير وكبير، وكان سبب في انه يجب انتصار فريق بركان هذه السنه. فهو كنشوفوا في هذه الجوج مقابلات يعني انتصار، وكيأكد بانه غادي بقوه وانه هو سيد هذه النسخه، لانه لي شامبيون دو فوا في الكاس الكونفدراليه، في البطوله غادي مزيان، يعني كنعتبروا بانه ما مسجلش ليه بزاف في البطوله، يلا 4 اهداف، ما عنده حتى هزيمه، وهذا كيبين بانه غادي بقوه هذه السنه. والبداية في كأس الكونفدرالية يعني جوج الانتصارات، كنظن بأنه عنده حارس في المستوى، وإذا كان عندك حارس في المستوى وعندك تحسن كبير على مستوى ديال الدفاع لأنه كنا مجموعة متكاملة، كنظن بأنه النتائج كنا هنايا وغادي بخطة ثابتة. طيب سي عثماني، كيفاش تفسروا أيضا بالنسبة لنهضة بركان تألق على مستوى القاري ثم نتائج متواضعة على مستوى البطولة؟ الفريق كان بدأ بداية جيدة لكنه بعد ذلك سقط في فخ النتائج السلبية، كيف نفسر ذلك؟ هل قوة المنافسة في البطولة المغربية، أم أن ربما الفريق وضع بالنسبة لنسبة عيوني هي أنه يحقق لقب قاري جديد بالنسبة له وبالنسبة للكرة المغربية في منافسات كأس الكاف؟ أتفق معك، لأنه على مستوى الدوري يعني 3 مقابلات الأخيرة كنظن بأنه كلها تعادلات، جهد انتصار ديال خيخوغون ربما غادي يكون هو البداية ديال فريق بركان، ولكن احنا كننتظروا بركان على مستوى الدوري، لانه لا يعقل ان مده من السنين وحنا كننتظروا بانه يكون منافس حقيقي لواحد المجموعه ديال الفرق، وانه يكون بطل في يوم ما، لانه اذا كان دا دو فوا كاس الكونفدراليه الافريقيه كاس العرش، فكينتظر بانه على المستوى البطوله انه يكون منافس قوي لواحد المجموعه ديال الفرق. ربما هاد الانتصار على سيخوخون وعن بجوز ديال 2-0 والانتصار على الملعب المالي، كنظن بانه هي بدايه لبركان، لانه اخدا داك النفس ديال الانتصارات، وخصوصا انه سجل 4 اهداف في 2 مقابلات، يعني التنشيط الهجومي بدا كيشتغل، بدات كترجع هذيك الديناميكيه ديال على المستوى الهجومي، وكنتمنى ان هاد الديناميكيه نشوفوها في البطوله الوطنيه.
طيب ربما البعض يقول ان هذا التالق ديال نادي سبركان في منافسات القاريه يقدر ياثر على مردود الفريق في اللقاءات القادمه ديال البطوله، ويعني يعطيه ثقه اكبر في النفس، وخصوصا اللاعبين انهم يبحثوا على تحقيق انتصارات في المباريات القادمه. فعلا فعلا، لانه ملي كتلعب مقابلات على مستوى مع منافسين على المستوى الافريقي وكتحقق المبتغى هو انه كتنتصر في جوج ديال المقابلات وكتاخذ الرياده، فهذا كيعطي معنويات وكيعطي واحد الشحنه للاعبين انه يقلبوا على الانتصارات في البطوله الوطنيه. الاشكال في البطوله الوطنيه هنا ان كنلعبوا مثلا مقابلات وكنجلسوا جوج مقابلات اللي باش نفسحوا المجال للمنتخبات، ربما هذيك الديناميكيه ديال الصيروره ديال المقابلات، يعني كل اسبوع مقابله يمكن، ولكن كنظن بان بهاد جوج المقابلات نهضة سبركان سيقول الكلمة ديالو في البطولة الوطنية. نعم، شكرا لك سي عبد الغني العثماني، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك أخي فؤاد. شكرا سي عبد الغني العثماني، اللاعب الأنيق، لاعب سابق لفريق يوسفية برشيد وللجيش البلكي. الشكر موصول لفريق العمل عصام الحراتي، عمر جعنين ومصطفى الباش. الموعد بكم مستمعينا سيتجدد بحول الله وقوته الأسبوع القادم في إطار موعد جديد من مواعيد الحصاد الرياضي. دمتم بخير وأوقات طيبة نتمناها لكم مع بقية البرامج. إلى الملتقى.